جميع الشباب اليمني في جميع الساحات وعلى رأسهم ميدان التغيير في صنعاء. عليكم أن تحتشدوا الآن في الساحات وأن تمضوا من يوم غد من يوم الأربعاء متسلحين بقوة الله، بثقتكم بأنفسكم، بثقتكم بالشعب، بثقتكم بسلمية وعدالة قضيتكم. لا تخشوا شيء، حافظوا على سلمية مسيراتكم البسولة والعنيدة والثائرة. عليكم أيها الشباب الثائر وأيها الشعب اليمني العظيم أن تمضوا صوب مؤسسات الحكم، حاصروها بورودكم وجموعكم السلمية، وأنتم على موعد مع النصر بإذن الله. فعلا فعلا أنا يعني الشعب الشباب اليمني أقول لهم عزمكم هو القضاء وما تريدونه هو القدر. علينا أن نمضي جميعا على بركة الله، موعدنا جميعا هو الصبح، أليس الصبح بقريب؟ النصر بيد الله والنصر قادم لا محالة. ومعنا من صنعاء عبدو الجندي نائب